عن الهدف، في عندنا هدف عام وفي عندنا هدف خاص. اذا نحن تكلمنا عن الهدف العام، الهدف العام طول اللي عمرك نحن ايجاد الكادر المواطن الاماراتي سواء كان ذكر او انثى المتمكن في للعمل في المجالات الحيويه. طبعا لا يخفيك طول اللي عمرك ان الاسعاف من ضمن المواد او من ضمن المناطق الحيويه للعمل اللي دعا عليها دعت لها القياده الرشيده للعمل فيها والانخراط فيها. مما لا يكاد ان الواحد يعني يغض النظر عنه ان نسبه العزوف المواطنين عن العمل في المجالات الطبيه يعني قد تكون يعني كبيره جدا والفجوه كبيره جدا. صحيح. فعلى هذا الاساس وجدنا طول اللي عمرك ان احنا لازم نادي او نوجد برنامج نحن نمكن الناس. طبعا الحين خلينا نتكلم، هل نحن في دوله الامارات عندنا عدد قليل من الناس غير متعلمين؟ لا، عندنا ناس متعلمين جدا. هل في عندنا عزوف في قطاعات ورغبه في قطاعات اخرى؟ نعم صحيح. شو اسباب الشيء هذا؟ هل هي سببها مثلا ان الناس تخاف من التخصص؟ هل سببها ان الرواتب ضعيفه؟ هل سببها ان طبيعه العمل غير؟ هل هل هل؟ فكل هذه الاشياء نحن حطيناها تحت دراسه مكثفه حتى من داخليا وخارجيا على اساس نحن نشوف شو الاسباب او شو الممكنات او الانبلرز اللي سد هذه الفجوه واللي تساعد الناس انها تنخرط. ايه؟ فعلى هذا الاساس طويل العمر كانت النصيحه من اكثر من 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 جهه ان لازم نحن مو بس نحن نحط البرنامج، لازم نحط البرنامج والبرنامج هذا يراعى ونفس الشيء يمكن المواطن فيه وفيما بعد يوظف فيه. فبالشكل هذا انك انت حطيت اللبنه الاولى. صح. لعمليه انك بدء سد الثغرات هذه او بدء سد الفجوات هذه بالعنصر المواطن اللي المتمكن والمؤهل لعمل لدخول القطاع هذا. صحيح. هذا قلنا الهدف العام. برنامجكم استاذ احمد بعد ان انت مش فقط تعطي شهاده مشاركه، انت قاعد تعطي فرصه انه هو ايضا يعمل، تعطيه وظيفه. يمكن هذا المميز عندكم واللي قاعد تركزون عليه. طبعا هي مش مساله مش بس بعطيك انت دوره في التاهيل وكذا والاسعاف الوطني وبعدين تقدر تروح لحياتك. صح. الطبيعيه، لا، انت ممكن تاخذ هذه الدوره وتنخرط معي لان انا بحاجه لها الكوادر والفرق. صحيح. طبعا بالاضافه لنحن مثل ما قلتي دوره او الدبلوم المهني، انا بعد نفس الشيء اعطيه الممكنات لان لازم هو يشتغل. شوفي الحين انا العلم قد يكون، خلينا نقول مثلا القصه هذه، في عندنا انا دخلت في حادث وكان معي واحد من الناس اللي هو كان يعتبر بوست جراديويت، يعني العلم عنده غزير. أي. ولكن دخلنا على الحادث اول ما شاف المصاب اصبح هو والجاه الواحد ما قدرت اخذ منه اي معلومه تفيدني في العمل مع المصاب هذا. بينما بالمقابل ان في واحد كان ويانا وكان مايكا باراميديكس اول ما دخل هو علمه اقل من علمي ولكن كان اداءه مع المصاب احسن من اداء الاستشاري. فعلى هذا الاساس مش مساله ان الواحد يكون عنده العلم قادر على الاداء. من هذا المنطلق من هنا نحن قلنا اوكي العلم جزء من البرنامج ولكن نفس الشيء شلون انا اقدر اخذ الاستجابه، شلون اخلي الواحد يطلع العلم هذا. أيوة. للمصاب على اساس. أيوة. عمليه الري اشورنس او الثقه اللي حتصير او العلاقه بينه وبين المريض. أيوة. وفيما بعد ما يكون قادر على عمليه الكوميونيكيشن هذه بينه وبين المصاب في عمليه التوظيف وعمليه الرواتب والعمليه هذه. فهذا